الكلام ديال التغذية اللي يصلح لنا لمتلازمة تكيس المبيضين، الجواب غادي يكون مع الدكتورة سارة هبان اليوم في صباح يا دوزان. مرحبا بكم معنا اليوم. كذلك حاضر معنا سي حمزة الحسيني، فقرة للأحسن، غادي نتكلموا على التلاعب بالمشاعر والأحاسيس. وأخيرا غادي تلتحق بنا سعاد الهاشمي، فقرة الطب الموازي، غتكلم لنا على لا بوس دو بيزون. مرحبا بكم في صباحية الدزام. البداية غادي تكون اللحظة مع ضيفنا الدكتور سمير المبرع، ضيفنا الأخصائي في طب الأطفال في أمراض وحالات. مرحبا بكم معنا دكتور مبرع. اهلا بك، شكرا لتلبيه الدعوه صباحيه دزام. اهلا وسهلا. اليوم في اطار الاختصاص ديالك طب الاطفال، غادي نتكلموا على واحد الظاهره او مرض، انت غادي تقول لنا شنو هو اللي تيصيب اغلبيه الاطفال عند الولاده ديالهم في الايام الاوائل ديال الولاده ديالهم، واللي هو بوسفير او ليكتيغ. الا سمحتي نشوفوا الروبورتاج اولا ونرجعوا نكملوا الحديث ديالنا. انا حملتي دازت شويه صعيبه، كان جاتني ولاده على غفله، يعني ولدت قبل الوقت، تزاد عندي البيبي شويه ناقص في البوا ديالو، بقينا متبعين مع البيدياتر ديالو، مشيت عند البيدياتر الاول، البيدياتر الثاني، بقينا لي زاناليز، دير هاد لي اناليز، هادي دير هادي، دير هالي دير هادي، ما عرفناش البروبليم فين كاين، حتى جبتو عند واحد البيدياتر، شافو عرفوا انه عنده لانيمي، قال لي هانتي هادي غير يعني هاد الصفوريه وهادشي اللي عنده غير ديال الكرش، غتصبري واحد السيمانه ولا جوج سيمانات ومن بعد وغادي نشوفوا اشنو كاين. صبرنا شويه، عاود طلب مني اناليز اخرى درناها والحمد لله ولا لاباس. بوسفير بزاف ديال الامهات والاباء عانوا من هاد اللون اللي تيظهر على الوجه وعلى الجسم ديال الاطفال ديالهم في الايام الاولى من بعد الخليقه ديالهم. كاين اللي تيتخلع، كاين اللي تيعتبروا امر طبيعي. غادي نتعرفوا على هاد المرض هذا، واش مرض اولا او لا دكتور؟ وخصنا نعرفوا وقتاش بان هاد الاصفرار باش نعرفوا واش مرض ولا ماشي مرض. هكذاك إذا كنا سنهضروا على هذيك الصفيرة اللي تيبان الأيام القلائل الأولى. أنا نقسموا على تقريبا ثلاثة ولا أربعة. تفضل. كاين اللي كيبان في 24 ساعة الأولى. وكاين اللي كيبان أبخي سيمانة أسبوع. وكاين اللي كيبان بحال كنقولوا بيرسيستون، كيفوت 14 يوم يقدر تمشي حتى لشهر وهو فيه بوسفير. وكاين الحالات الكغاف اللي من الأول كيكون صفر بزاف، وكنديروا التحاليل كنلقاو التحاليل طالعين بزاف، هنا حالة أخرى. واخا نبداو كل حاله من ثلاث الحالات الاولى، الحاله اللي تيبان فيها في 24 ساعه الاولى. اي بوسفير ولا اكتا اللي كيبان في 24 ساعه الاولى هو توجور باثولوجي، كاين مشكل. ياك. علاش؟ اول حاجه خصنا نقلبوا على الانفكسيون، هي المشكل الكبير اللي تقدر تكون غير انفكسيون وقت الولاده ودازت من الام للطفل. انفكسيون اورينير في البول، في الصدر ديالو، انفكسيون بيدمونير، نمشيو حتى الميننجيت. يعني كاين التهاب في شي بلاصه خصنا نعرفوا منين جا. كنقولوا 24 ساعه تو تيكتاغ اللي كيبان في 24 ساعه الى باثولوجي، كاين مشكل. خصنا نشوفوا ولكن مشكل خطير ولا مشكل ماشي صعيب؟ الا كانت الانفكسيون تخيطيناها كلشي يتحل. واضح. كاين دوت بروبليم، ولكن المهم اللي خصنا نعرفوا بالنسبه للدارات وكذا ولا انفيكسيون اللي كتخلع لها. اللي داز اللي جا في اليامات اللي من بعد 24 ساعه. اللي كيفوت 24 ساعه دائما عادي، كنقولوا اكتاغ فيزيولوجيك. ديك الساعه كنراقبوا الطفل، كنلقاو بانه كيرضع مزيان بصحته، كياخذ الوزن، كينعس مزيان، دونك كنديروا التحاليل كنلقاو غدا كيبقاو غادي وكيهبطوا. واضح. شنو اللي تيهبط؟ ان التحاليل ديال التحاليل ديال الترانزاميناز ديال ديال الصفيره، سميتو الماده اللي كتكون في الدم اللي كتعطي الصفيره للبدن ديال الانسان. هذا النوع الثاني من الصفيرار اللي تيبقى نسبيا طبيعي، شحال تيدوم؟ اون سومان، دي جور، اسبوع، اكثر كيمشي بحالو. نمشيو للثالث. الثالث امتى تيظهر؟ الثالث كيقدر يكون كيبان حتى هو من بعد 24 ساعه، ماشي مشكل، ولكن كيبقى طويل بزاف مده، تيفوت 10 ايام وجوج اسابيع، 15 شهر كاع. هذا علاش تيدل؟ شنو هي العلامات ديالو؟ كيقدر يكون الحليب ديال الام. الحليب ديال الام هو اللي عطاه. كتكون واحد الانزيم، كتكون عندهم تما
ليبوبروتيين سيت اون ليبوبروتيين لي باز لي لي كتقدر دير لنا هذا المشكل ولكن ما كيأثرش على الطفل خصنا غير نطمنوا الام وترضع الطفل ديالها كل حاجه عادية. السبب هو قليل هو قليل ماشي سان دياغنوستيك قليل مي كنا قبل كنا كنديروا كنحبسوا الرضاعه واحد كيلكو بيريود والدري كيرجع للون ديالو عادي اولا كنغليو الحليب وكنعطيو الحليب ديال الام باش نحطوا دياغنوستيك بان الحليب هو اللي هو السبب حيت ماشي كاع الامهات عندهم هذا المشكل ديال ولكن دابا غير كنطمنوا الام كنلقاو الدري لاباس عليه الكركه ديالو ولي سيل ديالو عاديين البيبي ديالو الكولور ديالها عاديه امتى تكون بوصفر حاله مرضيه وصعيبه اللي صعيبه بزاف هو نهار لقاو الصفيره بزاف البول ديالو غامق بزاف وكنلقاو الوسخ ديالو سورتو كيكون بيض بحال القطن يعني الخروج ديالهم بيض كيف القطن كما كتشوفي سبحان الله هادو علامات تدل على الخطوره ديال بوسفر ديال البروبليم شيرجيكال خصو جراحه علاش شنو هو المشكل لان كاين واحد الكوليستاز ما خلاش لا بيلوغوبين تمشي بحالها والكبده دونك سو كيكون انتريباتيك المراه اللي ما داش دونك الا كان وصل الكبده نقدروا نوصلوا حتى لا غريف رينال غريف هيباتيك زرع الكبد وي تماما لان الكبد يكون فيه مشكل داكشي شحال ما دياكنوستيك بكري شحال ما بريزون شارج كتكون سهله اذا هذه هي يقدر يكون اكسترا هيباتيك ما يكونش في الكبده هنا كيكون عطينا بروبليم شيرجيكال اقل على اي حاله الخطيره ديال الاسفرار عند الرضع هي الحاله اللي تيكون فيها هو اصفر بزاف التبول ديالو البول ديالو حتى هو غامق والخروج ديالو ابيض قطني قطني تماما سبحان الله واخا واش كلشي الدراري الصغار تيديروا نوع من الانواع ديال الديكتير الحمد لله ماشي كاع الاطفال كلهم كيكونوا حالات بحال دابا الدري اللي كيكون زايد ان بوتي بوا دنيسونس كيكون بريماتوري لانك كتكون الكبده ديالو كيكون زايد وزن مازال كيماتور مازال ما كديرش الوظائف ديالها اللي ما تيكونوش باقيين الكبد ديالهم تيدير الوظائف ديالو على احسن ما يرام سيرتو عند بريماتوري اولا الوليد اللي مثلا مو عندها لانكومباتيبيليتي راك عارفه ديال الغيزيوس ولا الدي ولا ثم تيديروا هذا الاسفير ولا لا بي او كاين بزاف ولكن شي قليل ماشي بزاف غير حالات استثنائيه جينيرالمون 24 ساعه الاولى مشكل نقص نقلبوا الاسباب ديالو يفوت 24 ساعه اون سيرفي بارفوا عندنا مانوغرام مونوغرام كنشوفوا واش اون فونكسيون ديال التحاليل واش طالعين ولاج بالساعه 12 ساعه 24 ساعه 30 ساعه 36 شي مدقق وكنشوفوا الا كان طالع الفوق راه خصو لا فوتوثيرابي ولا كان لتحت اون سيرفي ولا كان فوق بزاف راه بارفوا كنديروا ليكزو سانغينو ترانسفيزيون كنحيدوا واحد الكميه ديال الدم وكنعوضوها ب واخا هادو انواع علاج اللي تتكلم عليهم لان هنايا غادي نطرقوا لانواع العلاج شنو هما جوستمون العلاجات اللي تتقترحوا تكلمتي على لا فوتوثيرابي شنو هي هاد لا فوتوثيرابي ولمن تصلح من هاد الانواع كلها اللي تكلمنا عليها ديال البوسفير كان كنديروها بعدا حيت ملي كنديرو التحليل كن ترانزاميناز باردون البيلوغوبين كيكونوا طالعين سورتو البيلوغوبين ليبر شنو هما هاد لي الماده ديال البيلوغوبين كتكون ليبر كتكون كونجوغي فيها لا بيل يعني بحال بحال دونك الا كانت ليبر طالعه بزاف دابا فاش كدير البيلوغوبين كيعطيك لا ليبر والكونجوغي الا كانت لا ليبر طالعه بزاف كنخافوا تدوز الا كانت بكميه كبيره كتقدر تمشي للسيربو ديال يلاه في الدماغ وكدير اون نيكروز لي نوي غريسون ترو نيكروز يعني بحال الخلايا تتموت كتموتوا وكدير روتار مونتال يا لاتيف يا لاتيف دونك خطوره حقيقيه داكشي علاش كنديروا لا فوتوثيرابي فوتوثيرابي ولا اقتدى الحال كنحيد واحد الكميه ديال الدم كنعوضوها بكميه اخرى هذا نوع من انواع العلاج كاين نوع اخر من العلاج حنا والكميه كيفاش طالعه وكيفاش لاج ديال الدري حيت شحال ما كبر شحال ما الدري امور تتصعب لا بالعكس حيت لابيل اتوندونس باش تهبط تتهبط واخا هذا نوع من انواع العلاج كاين نوع واحد اخر ديال العلاج اللي تقترحوا ولا هو هذا سوا لا فوتوثيرابي سوا ليكسانغينو ترانسفيزيون او في حالات خطيره كنديروا ريغريف هنا ريغريف هيباتيك ولا تديروا زرع الكبد بارفوا جراحه ديال المسالك اللي تتربط الكبد تماما واضح كاين حاجه اخرى كاين حاجه اخرى مهمه وبارفوا دياغنوستيك ساهل وزوين
هو ان ملي كنلقاو الوليد مثلا عنده ليكتير برولونجي اللي عنده بوسفير اللي داهم في الوقت كتلقى الدري ظريف ما كيفيقش ما كيبكيش كنقولوا انورمالمون كان هذاك السكوت ماشي جينيرالمون كنقلبوا على ليبوتيرويدي بروميير كوز ليبوتيرويدي سي نوفوني تاي تقدر تكون سبب من الاسباب ديال الاستفراغ ديال الدم وفاش كنديروا الدياغنوستيك كنلقاو التحاليل طايحين بزاف دونك عنده ليبوتيرويدي و اون فوا كياخذ تتعالج الامور كيرجع ليك كثير كما كان سبحان الله سبحان الله واحد لا ما كانش بريزون شارج بكري روتار مونتال 100% الا ما كانش تشخيص بكري والدري ما خداش الدواء ديالو في الايام الاولى في حياته يقدر يدير روتار مونتال غراف يا لطيف يا لطيف اللي خاصنا يعني نركزوا عليه في هذه الفقره ديال الصباحيه الدزاميمه لا ما نخلعوهمش ولكن ما نستهنوش في نفس الوقت بوسفير لانه يقدر يخفي امراض اخرى يخفي حالات مستعصيه اللي خاصنا نبدرو بها قد ما بدرنا بها بكري قد ما نعالجوها على احسن ما يرام والا فالخطورات تتكمن في ان هذا الطفل يقدر يكون واحد تعطال دماغي ياك تشكرك بزاف دكتور سمير المبرع وذكر انكم اخصائي في طب الاطفال هنا بمدينه الدار البيضاء في المحمديه شكرا لك على تلبيه الدعوه الصباحيه الدزام تنشكرك بالنيابه على المها اللي ما كانتش يمكن لها تحضر اليوم الله يكون معها الله يبارك فيك الله يشافيها شكرا لك واللحظه نمشيو نمروا عند الدكتوره ساره هوبر بقوا معنا دكتوره ساره هبان السلام عليكم صباح الخير سميره كيف الحال بسم الله ربي يخليك اليوم غادي نطرقوا الموضوع تقريبا ماشي تقريبا 100% نسوي نهضروا على تكيس المبيضين تكلمنا عليه العديد من المرات فقره امومه مع الدكتوره ناديه مزيان متوكل عرفنا الاسباب سبل العلاج عرفنا بزاف د الحوايج ولكن معمرنا ما عرفنا بان كاينه علاقه ما بين الاكل وما بين تكيس المبيضين كاينه علاقه كاينه علاقه وكبيره بزاف سميره وهذه هي النقطه اللي الناس ما تعرفوهاش وتمشيو عند اخصائي امراض النساء ياك لانه شي مرات حتى لو دياغنوستيك ما تيدارش ديريكتومون عند اخصائي امراض النساء كيمكن بحال دابا يدار عند طبيب الجلد صحيح لانه تيشوف انه الزغب كثير وتيمشيو على ود داك الزغب كثير ولا تيمشيو على مشكل حب الشباب كيمكن يدار عند اخصائي ديال التغذيه لانه مشاو بسبب مشكل ديال زياده ديال الوزن وتيحاولوا يهبطوا داك الوزن وتلقاو صعوبه كبيره دونك حنايا فاش تنشوفوه سواء اخصائي التغذيه ولا اطباء الجلد تنقولوا لهم شوف انا خاصنا نديروا له دياغنوستيك تشخيص سيغتان ديال متلازمه تكيس المبايض تنصيفطوهم عند طبيب امراض النساء تيدير ليه الفحص بالصدى ليكوغرافي ديك الساعه فاش تيجمعوا لينا لي كريتير كاملين يعني المعايير كلها جمعتوها كاين تكيس المبيضين تنديروا ان دياغنوستيك لانه هي متلازمه ان سندروم لي ماشي لابد يكونوا لي كريتير ولكن تيكونوا الاغلبيه ديال لي كريتير وخاصنا نعرفوا سميره انه هذا ولا مشكل شائع تلقاوه عند 17 حتى 20% ديال النساء في مرحله الانجاب راه تنهضروا على كل خمسه ديال النساء وحده يكون عندها تكيس المبايض وشابات علاش لانه نمط العيش ديالنا تبدل الماكله ديالنا تبدلات ولينا تنجلسوا اكثر ولات لا سيدونتاريتي وهذا الشيء اللي خلى انه المشكل تزاد واضح هذا يعني هذا ما تعنيش باننا ما خصنا نديروا تتبع لا لا بد اخصائي محض تمشي عند اخصائي طب النساء هو لنا دابا غادي نتكلموا على نمط العيش والتغذيه على وجه الخصوص الوغ فاش تجي عندي السيده عامه عندها تكيس المبايض تنقولها شوف الحلول موجوده كاينه ولكن ما كاينش حل واحد المشكل ديالك هي حلول عده واللي خاصك تجمعيها كامله بحال دابا وحده اللي عندها المشكل ديال الانجاب تنقولها كاينه لا فيكونداسيون ان فيترو الانبوب اطفال انابيب اطفال انابيب كاين هذاك ولكن تريتمون مكلف الا قدرتي انت تحملي بلا ما تدوزي لذاك لو تريتمون احسن وإلا غادي نبداو في التغيير تقدر تحمل لانه هو متلازمه تكيس المبايض ماشي عقم هو كاينين داستيك الانوفيلاتوار كاين كيف ما كانت علاش السبب غادي تحل المشكل داكشي اللي كاين كيف ما كانت شرحات مزيان الدكتوره ناديه مزيان في حلقات سابقه راه فيزيولوجيا كاينين داستيك اللي ما تتكونش فيهم الاباضه داكشي علاش تيتعطل 3 شهور 6 شهور حتى العام ولكن مره مره يمكن لها ديال الاباضه حنايا خاصنا نحاولوا نحلوا هذا المشكل وشنو المشكل اللي تيوقع عند متلازمه تكيس المبايض هو انه كاينه الانسولين طالعه بزاف
دونك الناس اللي عندهم تكيس المبيض في الغالب يمكن لهم يديروا مشكل مقاومه الانسولين ومن بعد يديروا مشكل ديال السكري. كاين الكورتيزول، هما الكورتيزول اللي طالع بزاف، دونك ستلقى عندهم واحد تعصب ليغيتابيليتي وقابلين اكثر باش انهم يديروا مشاكل ديال لا ديبرسيون الاكتئاب. وكتلقى ايبر اندروجيني، هرمونات الذكوريه طالعه بزاف. الا شفنا هاد ثلاثه الهرمونات وحاولنا نلقاو لهم الحل بالتغذيه اولا وبنمط العيش، ديجا تيمكن لنا اما نحلوا المشكل اما نسهلوا العلاج فاش يمشي عند طبيب امراض النساء. دونك نبداو بنمط العيش، التغذيه هي الاولى. اول حاجه بعدوا كليا على لي زاليمون ترانسفورمي، المواد المصنعه. يعني فيما تنهضر انا على فاست فود، همبرغر شاريه من الزنقه، داك لي صوص، لي صوص اللي دابا كثروا بزاف، صوص بيغي، صوص الجيريان، سميات كثر بزاف، الكاتشب، سميات صلصه الطماطم المصنعه، هادو كاملين حوايج اللي كيمكن لهم ياثروا سلبيا على التجاوب ديالك للعلاج. دونك نبعد على المواد المصنعه. ثاني حاجه نحاول انني السكر البسيط في المكان، السكر الابيض، المعجنات، المشروبات الغازيه، العواصر نقطعهم، داكو نقطعهم ولا نقصهم 85-90%. الى مره خديتي كويس ما فيها باس، ولكن ما يكونش داكشي صفه متمدوية. الزيوت المهدرجه حتى هما نبعدوا عليهم، وخاصنا العكس ندخلوا الزيوت الدهنيه. دونك بديت بالحوايج اللي خاصنا نقطعو عاد باش ندوز الحوايج اللي خاصنا ندخلو. دونك هاد ثلاثه الحوايج خاصنا نحاولوا اننا نبعدوا منهم كليا. ندوز دابا للتغذيه ديالنا المثاليه كيفاش خاصها تكون. اولا ندخل بروتينات اللي الجوده ديالها عاليه، وهنا تنهضر على الاسماك، ونعاود سميرة نهضر على السردين. انا عزيزي السردين. واو السردين خاصو يدخل، علاش؟ فيه بروتينات اللي الجوده ديالهم عاليه، فيهم دهنيات الاوميغا 3 اللي هو مضاد للالتهاب، مهم بزاف عند الناس اللي عندهم تكيس المبايض، فيه السيلينيوم اللي هضرنا فيه في حلقه سابقه. دونك مجموعه ديال المكونات في هذا السردين وفي الاسماك الدهنيه اللي خاصها تدخل. فاش تنسول شي مريضه تجي عندي تنقول لها شحال مخطره تاكلي السردين؟ مره في الشهر. خاصو يكون شحال عندنا على الاقل خطره جوج خطرات في السيمانه. اسماك الدهنيه خطره جوج خطرات في السيمانه. كاين الشطون حتى هو، كاين لو سومون، ولكن حنا لو سومون غالي وماشي ديالنا. السردين ديالنا من الاحسن وتيبقى في المتناول. مره في الفران، مره عندنا الالياف الغذائيه داكوغ اللي هي اللي تتنقي داك المصران ديالنا. تنعيط لها انا الشطيطيبه ديال المصران. الشطيطيبه ديال المصران خاص الالياف الغذائيه. دونك هنا تنهضر على خضر فواكه، ومن بعد تمشيو للعناصر الغذائيه الدقيقه اللي لابد خاص اي وحده عندها تكيس المبايض تقلب واش عندها النسب المناسبه في الجسم ديالها. فيتامين د هي الاولى، ما يمكنش يكون عندك تكيس المبايض ويكون عندك انديفيسيت دو فيتامين دي، ما غاديش تستجبي مزيان للتريتمون ويبقى المشكل واخا تحسي براسك تحسنتي، من بعد غادي يعاود يرجع لك. عندنا الاوميغا 3 خاص نورمالمون، الاوميغا 3 يدخل اما بالتغذيه اما بان سوبليمونطاسيون. سردين اكزاكتومون. دونك عندنا لو زانك حتى هو مهم بزاف، وعندنا لو سيلينيوم داكو. من بعد في الماكله شنو الحوايج اللي يمكن لنا نزيدو باش اننا نقصوا داك ترجمينا لهادشي المواد الغذائيه. مواد غذائيه دونك حنايا عندنا سي سامبل، السردين قلنا فيه الدهنيات، وهذا عندنا الالياف الغذائيه قلنا خضر وفواكه، عندنا الاوميغا 3 زيت الزيتون داكو، عندنا زيت ارغان حتى هو، عندنا البيض، السردين، هادو خاص يدخلوا تقريبا هاد الزيوت الدهنيه يوميا، لانه الهرمونات ديالنا تتصنع من دهنيات صحيه. الا كان ان ديفيسيت في الدهنيات الناس كيقول لك انقطع الدهون، غلط، يوقع لك اضطراب في الهرمونات يمكن يؤدي بك لمشاكل اخرى. ما تقطعش الدهنيات ولكن حيد الدهنيات اللي ما مزياناش اللي جالسه تاخذها ودخل دهنيات صحيه. عندنا الخرقوم، خرقوم ماشي عرق، طري خرقوم طري اخي غالي عندنا وما كاينش بزاف في الاسواق، ولكن راه كميه صغيره تنديروها. انا تنشريها تنديرو مع العصيرات، تنديرو مع لي سموثي، مع لي ديتوكس. خاص يدخل الخرقوم، عنده فايده مزيان. عندنا اوتر شوز اللي هي القرفه، الناس اللي ما قادينش ينقصوا من السكريات ولكن عندهم ذاك المقاومه للانسولين، القرفه هائله في هذه الحالات. لانه اولا ما تعطيكش ذاك الاحساس ديال انك تاكل شي حاجه مسوسه، كتعطي ذاك لاغيغ غو ديال الحلاوه، وتتساعد القرفه في انها تقد لو طو دانسولين، ذاك الطلعات ديال الانسولين ونسب ديال السكر في الدم. من بعد عندنا كنا فايت هضرنا في حلقه اخرى على الحريقه، لوغتي. لوغتي داكوغ، لوغتي موجوده عندنا في المغرب وتندوزو محضرينها ما تنعطيوهاش اهميه. دخلي لوغتي بحال طيبتي البقوله،
البقوله طيبي لوختي البقوله داك البقوله ديالك باقا عقل عليها دونك هذيك بالحريقه ياك ندخل الحريقه في الماكله ديالنا نديروها في لي سوب نديروها في لي سالاد في المخيله ديال المغاربه كاملين الحريقه تتحرق واش ممكن ناكلوها كيمكن لنا ناكلوها وانها عندها منافع كثيره بزاف وما نخافوش منها بالعكس داك غير في اللمسه الاولى القطيف ديالها اللي واحد خاصو يكون اكسبير وياخذها من جدار يحاول يتفادى خاصها تغسل وتدار التهيه من الحريقه خاصنا ندخلوها في الماكله ديالنا دونك الى درنا كتشوفي انه مدخلين دي زاليمون اللي كلهم طبيعيين ولكن مدخلين كلهم الخانات سكريات طبيعيه شنو هما الشعير النخاله الحبوب الكامله العدس اللوبيا اللي حتى هما خاصهم يدخلوا جوج ثلاثه تخطرات في السيمانه عندنا الدهنيات الصحيه وعندنا البروتينات الصحيه ومن بعد عندنا العناصر الغذائيه الدقيقه اللي خاصنا نقلبوا عليها اما في هذه العناصر ولا نشوفوا نديروا اون سوبليمونطاسيون الا شفنا راسنا راه ما قادينش نوصلوا لهذا باش نحاولوا اننا نجاوبوا احسن لو تريتمون فاش كتبدا مع الطبيب ديالك ديك الساعه عندك واحد 3 شهور تعاود دير واحد الكونترول 6 شهور تعاود دير كونترول اخر كاين اللي على 3 شهور 6 شهور غير بتغيير نمط الحياه اللي داخله فيه التغذيه والخانه الثانيه الحركه الرياضيه هذه هي نقطه اللي بغيت نشير ليها مهمه بزاف لانه شحال من وحده تضل تاخذ في موانع الحم باش تحل المشكل ديال تكيس المبايض تتبدل شي شويه التغذيه ديالك تقول لك بعدت على السكر وهذا ولكن فاش نسولها على الحركه الرياضيه ما تتحركش باش تشد الحركه الرياضيه شنو العلاقه سي تري امبورطون اننا مهم بزاف اننا نفهموا العلاقه باش الناس نشجعوهم على انهم يديروا الرياضه الحركه الرياضيه فاش تقوي انت داك العضلات كتنمي واحد الخلايا العضليه اللي عندها واحد القابليه اكثر باش انها تستقبل السكر في وسط الخلايا دونك كيتحلوا لي ريسبتور وتتولي انت عندك واحد لا سنسيبيليتي حساس للانسولين ما كتولي كتحافظ داك مقاومه الانسولين اللي هي واحد من الاسباب ومن الاعراض ديال تكيس المبايض السيده تدخل في واحد الدوامه نذكروا بان هاد مقاومه الانسولين تتعطي كعلامات هذاك الكحوليه في العانق لا كانتوسيس اللي كنعيطوا لها لا كانتوسيس نيغريكاس تتكون هنا الكحوليه هنايا ولا في لي بلي ولا بين الاكويس داكو دونك فاش تكون داك هذا وكتلقى ديما النسب ديال السكر ان بري ديابيت نعيطوا بين 1 غرام 10 غرام و10 حتى غرام 26 داكو دونك هنايا الى نسي قويتي العضلات ديالك وهنا نشير على تمارين ديال المقاومه لان شحال وحده فاش تدير الرياضه شنو تتمشي دير تمارين هوائيه الكارديو مشيت درت لا مارش ديالي مشيت درت لو فيلو ديالي مشيت درت لا ناتاسيون ديالي هذوك تمارين هوائيه سي دو كارديو ياك الى بغيتي العضله تكون بلو سنسيبل للانسولين خاصك ديري تمارين ديال المقاومه داكو ماشي تقويه العضلات ونكبرهم انني داك نشد داك العضله تقوي في اكزاكتومون تكون اي ريزيستانس تكون واحد المقاومه فاش تديريها نورمالمون 3 شهور 6 شهور اغلبيه ديال لي باسيونت اللي حسنوا التغذيه ديالهم وداروا هاد التمارين المقاومه تتلقى واحد التحسن ديال 90 95% في تكيس المبايض وما كنحتاجوش لي زوتر تريتمون داكشي علاش هذه نقطه ثانيه النقطه الثالثه اللي باقا لي اسامير ومهمه بزاف النوم جوده النوم الا ما يمكنناش اننا نقادو الا ما قديناش لا ميلاتونين ديالنا ميلاتونين هي هرمون النوم وباش الميلاتونين تكون مزيانه خاص السيروتونين تكون مزيانه والتريبتوفان يكون مزيان كاينين هادو بجوج هادو اسماك نعاود نرجع للاسماك شوف السر ديال هو الحل باش نجيكم من الاخر لانه جامع الدهنيات اوميغا 3 وبروتينات مزيانه دونك عندنا البيض البلدي عندنا الاسماك هادو تريبتوفان سورس دو تريبتوفان تريبتوفان هو لي بريكورسور ديال هاد الميلاتونين الا كانت النسبه ديال الميلاتونين مزيانه كتنعس مزيان زائد انك تنوضي في الصباح حلي الشرجم وخرجي للضو ضربك الشمس سي فري كو كنوضو دابا مع 6 ونص 7 الصباح كيكون باقي الظلام كندخلوا لي بيغو الشمس ما ضربناش تلقاي ما كضربك الشمس حتى 12 الوحده دي ريغلومون في لو سيكل بيولوجيك ديالك المهم اننا في الصباح نحلو هذا باش تدخل لنا اشعه الشمس شحال الوقت عندك على الاقل واحد 10 دقائق مزيان داكو دونك الا انت ضرباتك الشمس في السوايع الاولى ديال النهار وفي الاخر ديال النهار حاولتي انك تنخفضي لا لوميير بلو الضوء ارتيفيسيال اللي ماشي طبيعي تحيد ابارتيغ ديال 7 8 الليل ادخل لدارك نقص من الاضواء ديك الساعه الجسم ديالك ولو سيرفو تيوجد بريبارا راسو باش انه يدير نسب مزيانه ديال الميلاتونين والنوم تيكون مزيان قدينا ماكله قدينا رياضه حركة. قدينا نعاس
غنكونوا مزيان. عطيتي نمط العيش باش انه متلازمه المبايض تكيس المبايض. نطلب منك واحد الطلب دكتوره ساره هبان، انت تتكلمي على نمط العيش وعلى التغذيه الاساسيه، ودائما تقول لنا بحال دابا مواد غذائيه بحال السردين خاصو يكون مره ولا جوج على الاقل، الحبوب خاصها تكون مره ولا جوج. انا تنطلب منك اليوم باسم كل المشاهدين صباحيه دوزاب دير لنا واحد لو منو مثالي للاسبوع العائله مغربيه عاديه اللي داخله في كل الحوايج الاساسيه مع الاخذ بعين الاعتبار التقاليد ديالنا والعادات ديالنا يعني كل ما يخص تمغربيت ديالنا. هذه فكره يعني عديسه سريدينا. انا شوف انا مغربيه حره، ايوا دير لنا هذا البروغرام. يعني انا بحال بلاتي يقول لي اقطع الخبز صباحيه دوزو ونبارطاجيو عندك وعندي كل شيء. من بعد الكميات مع ما يمكنناش نديروا واحد برنامج اللي صالح لكل شيء، الكميات ولا لي ديتاي ادابتيهم لواحد كل واحد على حساب اسبوع موديل نديروا كل مره وكل راجل يديرهم فوق الثلاجه ديالو غادي تهنينا من التقدي نعرفوا شنو غنتقدا تهنينا ما ديك شنو غنطيب الغدا ولا شنو غنطيب العشاء. خاصنا نطبقوا وخاصنا نطبقوا وغادي نقولوا راه درنا الخير في الصحه ديالنا وفي الصحه ديال وليداتنا ان شاء الله. ان شاء الله صافي. شكرا لك دكتوره ساره. شكرا لك سميره. بقاو معنا مشاهدينا، نمشيو للحظه عند السيد حمزه الحسيني، بقاو معنا. حمزه الحسيني السلام عليكم. السلام عليكم سميره صباح. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. متفق معايا على هذا البروغرام ديال السيمانه؟ متفق 100%. طبقوا انا الاول. انت الاول. اليوم غادي نتكلموا سي حمزه الحسيني الكوتش المتخصص في العلاقات، اليوم غنتكلموا على التلاعب بالمشاعر او التلاعب العاطفي. واش هو المانيبيولاسيون؟ لا مانيبيولاسيون وي سي لا مانيبيولاسيون ايموسيونيل. ايموسيونيل داكور. دونك هي واحد الميكانيزم نفسي كاين ظاهره نفسيه اجتماعيه اللي هي شائعه جدا وهي ميكانيزم نفسي كنديرو به باش نوصل لا مانيبيولاسيون. الوغ اللي خصنا نعرفوا هو ان هذا الميكانيزم النفسي هو شائع عند الجنسين عند المراه وعند الرجل بصفه متوازيه 100%. يعني كيصيبهم بالطرفين. الوغ هو سي تا ميكانيزم المعادله النفسيه ديالو تساوي شخص ضعيف هو في ضعف من شيء او في حاجه الى شيء كيستعمل واحد لا ريبونس استراتيجيك ديس فونكسيونيل دو كومبونساسيون اللي كنشرحوها بالعربيه هي رده فعل لا اراديه وغير نظاميه من خلال التعويض كيعوض داك الضعف او الحاجه لديك الحاجه او الضعف اللي عنده بطريقه مبالغ فيها حتى كتادي الاخر. الوغ هاد لو ميكانيزم كيدار على ربعات المجالات. المجال الاول هو الضعف او الاحتياج النفسي وكل مجال غادي نعطيو فيه واحد المثال وغادي نلاحظوها انها كاينه في المجتمع. الضعف النفسي كيتجلى في مثال ان واحد الشخص كيكون في واحد العلاقه وكيخرج منها وكيتاثر بزاف وباش يهرب من ذاك الالم كيمشي يحاول يقلب على علاقه واحده اخرى فين يهرب من ذاك الالم ديالو. وهنا ماشي حيت باغي يدخل لهذيك العلاقه ولا محتاج لهذيك العلاقه ولا ذاك الانسان غير باش يشفي الغليل ديالو. نقدروا نقولوا باش هو كانت مساله انتقاميه كتكون مجال اخر. هذه مساله هروب من الم، هروب من فراغ، هروب من واحد الفشل يعمر وقته، ولكن الطرف الاخر الضحيه اللي كيعيش معاه ما كتكونش عنده هذا الجانب من السيناريو اللي كيعيش الطرف الاول. وهنا كنطيحوا في التلاعب العاطفي، هذا هو اكبر مجال شائع في المجتمع حاليا. المجال الثاني هو المجال العاطفي، المجال العاطفي هو ملي كيكون واحد الشخص كيكون عنده حرمان عاطفي. un manque émotionnel et un peur, la peur de l'abandon, le خوف من الهجران. اوتوماتيكمون كيدير حتى هو اون كومبونساسيون تعويض مرضي وكيمشي نحو اشباع هذيك الرغبه في الحصول على العاطفه والامان وكيديرها بطريقه غير نظاميه وكيستعمل التلاعب العاطفي وهذا حتى هو ما اكثره كاين عندنا في المجتمع. المجال الثالث وهو المجال الاستغلال المادي. في المجتمع حاليا عندنا الناس كيدخلوا في علاقات من اجل الربح المادي والاستثمار في المجتمع وما اكثرهم في المجتمع. كاين اللي تيجمع بهذو ثلاثه؟ لا كاين واعرين كاين زعما كاين بزاف. واو لا موجود زعما موجود الخير. الوغ هذا الجانب المادي حتى كتولي حاله نفسيه مرضيه حتى ان الانسان كيولي كيقوم حياته وبرنامج حياته على اشياء منها مثل هذا القبيل، كيبني حياته على اشياء بتعاملات مع الاخر في الاستفاده الماديه. المجال الرابع حتى هو ما اكثره هو المجال الجنسي.
الاستغلال الجنسي من أجل إشباع رغبة، لأن غريزة، لأنه هناك الكثير ما يصفوا هذه الرغبة الجنسية بالقيمة الذاتية. كل ما أنا عندي علاقات كل ما غنحس بالحضور ديالي حتى كتولي اضطراب نفسي. هاد بربعات لهذه الحالات اللي كنعيشوهم خصنا نعرفوا على أنهم ما كيكونش 100% مرتبطة بالنرجسية، رغم أنهم كيتلاقوا في ثلاثة سمات شخصية النرجسية. هو ميكانيزم يعتبر نرجسي. أول حاجة في حب الذات وفي الاستغلال. لأنه شيء جمعت تتلاقوا في القضية هذه. والغرور. اللي كيختلف بيناتهم هو ميكانيزم. يعني الفرق ما بين النرجسي التام هو أنه واحد الإنسان كيمشي يقدر يكون معك في غولاسيون دوغابل. يمشي معك يتزوج بك ويعيش معك وياكلك ويدمر معك تماما. ولكن رغم ان في هذا الشيء كامل دائما النرجسي هو قوي. باغ كونتخ الانسان الاخر كيعيش معك حب حقيقي وكيعيش معك علاقه، ولكن هو الاهداف ديالو بسيطه بالمنظور ديالو طبعا. ما عندوش اهداف زعما، ولكن رغم ذلك كاين تشابه كبير ما بيناتهم. دابا غادي نمشيو في مساله ديال الحلول. من قبل ما ندخلوا في الحلول او للتنوير بالنسبه من الضحيه طبعا غنديروا بجوج، لان المانيبيولاتور حتى هو عنده حلول بيان سور. لا ماشي حلول، الاعتراف والوعي، وهذا هو الرساله الاولى اللي بغيت نبدا بها. سميره، بغيت نعطي واحد الرساله لهذا الانسان اللي كيدير هذا لو ميكانيزم ديسفونكسيونال ديال التلاعب العاطفي. خصو يعرف بانه ملي كيجيو هاد الضحايا دون دي ثيرابي، كاين الناس اللي كيضيعوا مستقبلهم، كاين اللي كيمشي ليه 10 سنين حتى اكثر من 15 عام من حياته كيعيش في علاقه وهم، كيكون ضحيه. ربما بالنسبه لهذا الشخص بحال هذا السلوك لا يعاقب عليه القانون، لكن يعاقب عليه المجتمع والضمير. الا كيسمعنا شي واحد وكيعيش كيدير هذا لو ميكانيزم وعند باله على انه كيعيش واحد دي ديستورسيون كوغنيتيف، يعني مشوهات فكريه بالنسبه كتعطي اون فاليداسيون لذاك السلوك اللي كدير، لانك كتفسروا لان انا بحاجتي وانك ما كتسوقش ولا ما كنقولوا حنا ما كتردش البال. خصك تعرف بان الضحايا اللي كيعيشوا كيتعذبوا بزاف. ثاني حاجه اللي هي مهمه غادي ندخلوا قبل ما نوصلوا للحلول بالنسبه للانسان الضعيف. الضحيه. اول حاجه اللي هي مهمه اللي خصنا نعرفوا هو انه خطر البدايات. يعني ملي كندخلوا العلاقه راه دائما بدايات زوينين. نردوا البال. ماشي ضروري ان واحد الانسان او انسانه مزيانه في الاول كتعني ان هذيك هي الصوره الحقيقيه للشخص. وهنا غادي ندخلوا في واحد النطاق واحد اخر، وهو سرعه التعلق. سميره، اليوم واحد جوج ثلاثه جوتام سي فاسيل. لا، هي واحد المعادله خصها تكون صحيه. البدايات هما بدايات، لا يوجد شخص في الدنيا كيعطيك صورته الاولى نهار الاول الا من رحم ربي. يعني هذا واقع، خصنا نهضروا بلغه بسيطه جدا باش يفهموها الناس. اذا سرعه التعلق ما خصهاش تكون، ناخذ وقتي. بالعكس تقدر تكون معيار اللي يقدر يخلعك، يقدر تقول تسال تطرح اسئله. نطرح اسئله ودائما ماشي ما عنديش القدرات. هذه ماشي طبيعيه هذه القضيه. حنا نون لي بارفي، يعني دي فوات كاينين، ولكن كل ما عندك قدره تحليليه في تسيير بدايه العلاقه، كل ما عندك قدره على معرفه المعدل الحقيقي للشخص اللي انت كتكون معك، سواء مراه او رجل. ولكن غنمشيو لحاجه واحده اخرى، وهي التعلق المرضي. شنو هو التعلق المرضي؟ هو ملي كنبغي في ظروف سيئه، وهذه عندها معادله نفسيه بسيطه. قلنا دائما على ان العاطفه كتجي من الفكره، ليموسيون توجور كتجي من لا بونسي، داك الشيء اللي كتفكر فيه هو اللي كتحسه. وكنعاملوها بنفس المنطق الخوف ونفس المنطق ديال الغضب، نفس المنطق عندهم. هي فكره اولا قبل ما تكون شعور. داكوغ. انا كنقول كنحب شخص، خصني نشوف الفكره النتيجه لديك العاطفه. واش انا كنعيش الاهانه وكنعيش الذل وكنعيش التحكم والسيطره الماديه وكنقول احب؟ ليس منطقي. الا كنت كنعيش علاقه سويه وانا كنقول انا هذا الشخص كيدير ليا، ملي كنقولوا شخص كنقصدوا المراه والرجل، ما كنقصدوش الرجل. اكيد. الوغ الا كنشوف المحتوى ايجابي والعاطفة إيجابية، فالحب ديالك فهو حب صادق ونقولوا حب فونكسيونال ومنطقي. ولكن إلى الحب إلى 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 المحتوى سلبي والعاطفة إيجابية، فهذا تعلق مرضي. هنا يجب كندخلوا ونفس كنقول لك نفس العلاج اللي كنعالجوا به الحب هو اللي كنعالجوا به الغضب، هو اللي كنعالجوا به الخوف. إذا شناهي؟ اون ريغولاسيون ايموسيونيل، غودغيسمون كوغنيتيف، تعديل عاطفي،
وتغيير الفكره باش يتغير محتوى العاطفه. العقل كياخذ اكزاكتومون داكشي اللي كتعي لا سيزي داكشي اللي كتكتب لعقلك كيعمل به. كتبتي ليه على انه هاد العلاقه خايبه غادي ياخذها، ولكن كتكون بالممارسه. لان خاصك تقنعو. تماما. كيفاش تقنعو؟ عندك اليات باش تقنعو؟ انت كاخصائي هو اول حاجه انا ما قدرتش نقنع الدماغ ديالي. ما يمكنش. دابا اول فكره خاطئه هذه معتقد. الانسان قادر على تسيير العقل ديالو. العقل حنا اللي كنسيروا العقل ماشي العقل اللي كيسيرنا. اول معتقد خاطئ هو هذا. ثاني حاجه العقل هو مخلوق ديال العاده. الا ولفتي انك تبغي وعطيتي ميساج بوزيتيف على واحد الشخص ميساج ايجابي وجيت كنعطيه الحقيقه لا راه الحقيقه وكنهضر مع راسي على انني كائن غريب على نفسي. كيكون فكره جديده اذا عاطفه جديده. هذا شيء هذا سا لا ريبروغراماسيون دو سيرفو اعاده برمجه الدماغ. وهنا كنعطيه الحقيقه باش يتفاعل معها. هذا الشيء علاش لبعض الخطرات تكون عندنا بعض الخطرات تنقنعوا دماغنا بشي حوايج اللي ماشي حقيقيه. 100% تنقنعها باش نبغي ولا باش نكره. باش نكره. وهذا هو الاسلوب المرضي. كنقنع راسي انا على حق رغم انني كندير واحد الحاجه غير نظاميه ديسفونكسيون كنديرها غلط. وهنا غنمشي للمنطق الاخير هو منطق القوه والضعف. وهنا غنمشيو نحو الشخصيه الضعيفه. سميره لا يوجد شخص قوي على هذه الارض. القوه تقترن بالضعف. لا هذا اكيد. الضعف ان لم يكن هناك ضعف لن تكون هناك قوه. يعني الشخص اللي كيجي يدير التلاعب كلقى قدامه انسان واعي مدرك متحكم في ذاته وعنده قدره تحليليه لا يمكن يجي يمارس لك هذاك التلاعب. إذن اجوردي هل غنقوموا بوعي الشخص اللي كيقوم بالتلاعب؟ غنديروا حنا الوعي وحنا كنديروا برامج وحنا كنشرحوا الاليات. حنا دوزنا الرساله، حنا اللي علينا. هذاك الشخص هو كيدير واحد الحاجه كتجيب لي الرباح بالنسبه ليه، بالنسبه له، بالنسبه للفكر ديالو، على انه حاجه مربحاه. كاين اللي كيستافد جنسيا، كاين كيستافد ماديا، كاين كيستافد عاطفيا، كاين اللي كيهرب من حاله نفسيه. لكن الحل الوحيد اللي كيبقى وكيف ما قلناها في الحاله النرجسيه، الحل الوحيد وهو التعامل مع انسان ضعيف. لا يمكن بناء علاقات بمنطق هذاك ديال غير سيرو ودابا. لا، هناك منطق علمي الا تعلمتيه. ودائما كنقول لك في كل حلقه سميره، العلاقات والزواج والارتباط هو منطق علمي صحيح كائن بذاته 100%. واحد زائد واحد يساوي اثنان. الله يرحم لك الوالدين. اشاك فوا كنقولها. قريتي وحفظتي ودوزتي امتحان غتنجح. ما حافظتش وما قريتش وما كتعرفش كيفاش تسير علاقه غتفشل. انتهى الكلام. شكرا لك سي حمزه حسيني. يعني الفقرات معك دائما كلها افاده. يعني ما عرفتش واش المشاهدين تنتمنى انهم يكونوا تبعوا معنا كل الكلام ديالك اللي كله تيوزن ما شاء الله الذهب. الله يبارك فيك. نقدر نقول واحد اخر حاجه؟ تفضل. كنوجه رساله للناس اللي كتعاني بحال هاد الحالات وكيبقاو لي سيني، راه كتضيعوا حياتكم. شكرا. كاين حلول. شكرا. والله حتى ما لقيناهمش اللي نطلبوا المساعده. هادشي اللي كاين. ما تخلوش عاد بعض الناس. شكرا لك سي حمزه حسيني. نمشيو لحظه الى سمحتوا عند لاله سعاد الهاشمي فقره الطب المؤسس. السلام عليكم سعاد. وعليكم السلام يا سميره والمشاهدين الكرام. اليوم لابوس دو بيزون. شنو هي لابوس دو بيزون سعاد؟ الوغ لابوس دو بيزون كاين فيها جوج ديال الشروح اللي غنعطيهم وغنعطي بعض التمارين باش كوريجي وحده من هاد الشروحات اللي غادي تكون. واضح تفضلي. الوغ لابوس دو فيزون سميره غنهضروا عليها في جوج ديال الاتجاهات. في اغلبيه الاحيان هي كنشوفوا هي واحد لو تيسيو ديال لاغريس دهنيات اللي كتجمع لنا في لا جونكسيون، يعني نقطه التلاقي ما بين الفيرتيبر الاخر ديال لا كولون سيرفيكال والفيرتيبر الاول ديال العمود الفقري ديال الظهر، يعني الوسط. فكنشوفوها حنا في لا باز في الاخر ديال العنق ديالنا. كتكون كيف ما قلت هي واحد لاغريس كتجمع، عندها بزاف الاسباب الطبيه اللي عندها علاقه بالهرمونات، عندها علاقه بالغيديتي، عندها علاقه بالدويات. هذا اتجاه اخر اللي غادي نجي ناكد فيه اننا حتى كنشوفوا بزاف في لي ريزو سوسيو فهذا بان كاين بزاف الحركات اللي كنديروهم اللي كيقدروا يحيدوا لنا هاد لابوز دو فيزون. وي مي في الاتجاه الثاني اللي غنشرح ماشي في لو ديبو ديال لاغريس. الوغ
هاد لو ديبو د لاغريس في حد ذاته راه تيكون كوميم دقيق اللي كيتحط في ديك المنطقه. فبيان سور ملي كيكون محطوط فحنا كنحسوا بواحد اللي ما كنقدروش مثلا نهزوا راسنا للفوق مزيان، عنقنا ما كيمشيش للفوق مزيان، لا غوتاسيون ديال العنق ديالنا حتى هي ما كتكونش مزيانه، وكنوليو نتاخذوا واحد لا بوستور واحد لاتيتود اللي هي كنهضروا عليها ديما وكنهضروا عليها في لا بوزيسيون اسيز والجلسة قدام التلفازه اللي هي ان لا تيت اي سو بونش فيغ لافون، يعني ما كيبقاش عندنا واحد لالينيومون ما بين الراس ديالنا ولي زيبول ديالنا ولو باسان ديالنا. هاد لالينيومون اللي كنهضر عليه في عده حلقات، الوغ كنوليو ديما جالسين وناسين و راسنا ميل للقدام، واكوز كما قلت ديال لو بوا ديال ديك لاغريس اللي محطوطه عندنا تما، فكنزيدوا اننا ما نردوش البال وكنزيدوا في هاد لابوزيسيون، وكل ما زدنا في هاد لابوزيسيون كل ما كتكون لنا حاجه اخرى اللي هي كيولي لنا اون ديفورماسيون حتى في لا كولون فيرتيبرال، كتولي لنا اون هيبر سيفوز، يعني بحال لا كولون فيرتيبرال لي فيرتيبر اي سو ديبلاس كيخرجوا وهذيك لابوز كتولي بلوز اكسونتوي وكتولي لنا ما كتبقاش عندنا غير اون اتيتود، ما كيولي لنا اون ديفورماسيون، كنوليو دون لوبليغاسيون انا نوليو في هاد لا بوزيسيون هادي وفي هاد لاتيتود هادي. الوغ هادو الاسباب ديالها لي سيمبتوم راه تيبداو كنقدروا نبدا نعرفوهم من البدايه، فتيولي لنا الم في العنق، الم في الكتفين، كيقدر يجوا لنا يولي لنا دي مو دو تيت، تتولي لنا واحد لا غيدور، يعني كما قلت ما لا غيدور ارتيكولير ما كنقدروش نهزو راسنا الفوق، ما كنقدروش ندورو عنقنا مزيان، كتولي لنا اون ريتراكسيون في هاد لي موسكل لان هذيك لاتيتود كتخلي لنا واحد لونغولمون ديال لي زيبول، يعني كتافنا كيوليو اونغولي للقدام دايرين للقدام، ف هاد لي موسكل بيكتورو اللي تيكونوا هنا تيوليو ريتراكتي تيقصارو لانهم ديما في هاد لا بوزيسيون، وهادشي بيان سور كيعطينا الم، وهادشي كيقدر يتفاق ميتفاق يولي لنا بانسمون ديال لو نير يولي لنا مشاكل اكبر واكبر. اذا انا غنهضر وغنعطي دي زيكزيرسيس لان كما قلت باش نعالجو ملي كتولي لنا ليبرسيفوز، يعني كتولي لنا لا ديفورماسيون فيرتيبرال، هنا ضروري ما كنديرو الحركات باش اننا نحاولوا اون كوريج او على الاقل اون ستوب ليفولوسيون ديال هذيك لاسيفوز، لانك مع هاد لاتيتود ومع اسباب اخرى كيمكن لا تبقى غادا وكتزاد وهذيك لابوس كتزيد تبان لينا كبر، لان كل ما زادوا لي فيرتيبر يتعوجوا كل ما هذيك لابوس راه حتى هي محطوطه كل ما لا ديك الحديبه كتزيد تبان لينا كبيره، فحنا خصنا نديروا واحد البرنامج ديال حركات اكيد باستشاره مع الاخصائي اللي متبعني باش نقاد وجو كوريج هذاك تعواج وهذيك لا ريتراكسيون ديال لي موسكل. هذه هي التمارين اللي غنعطي بالنسبه لا غريس، فاش كتكون لا غريس حنا غنهضروا على واحد لو سيركل فيسيو، كيمكن لا غريس مع الوقت محطوطه كتعطينا هاد لاتيتود سكوليوتيك، وكيمكن ايضا يكون من السبب الاولاني هو اون انفلاماسيون في لي فيرتيبر وفي لي موسكل، وهاد الانفلاماسيون كتعطينا واحد لي سيركولاسيون سونغي اللي ماشي مزيانه وتيكون عندنا تيغان فافورابل وكيتكون لنا هذاك لا غريس تما، دونك سيركل فيسيو. دونك حنا اون دوا تريتي في لي دو سونس، لا غريس فحنا يمكن نستشير مع اخصائيين ديال لا شيروجي لان كيمكن لها الا كانت اون ماس كبيره تحيد بلي بوزيسيون، وبالنسبه لا ديفورماسيون فيرتيبرال فهي تمارين ديال لي زيتيرمون لا سوبليسمون او لو رونفورسمون، برنامج تمارين اللي كيكون بيان كوم يل فو ادابتي مع يعني الدوغري ديال البروبليماتيك ديالنا اللي خصنا نتبعوه، وكيعطينا واحد يعني الافاده وكيعطينا واحد المفعول اللي كيبان لينا مع الوقت لان هذيك لاتيتود كتنقص، وبالتالي لا جيبوستيك نحسوا بها انها بحال شي شويه نقصت لان حنا قادينا لا بوزيسيون ديالنا. اول نقطه غنعاود نشير ليها قبل ما نبدا التمارين هي نردوا البال للمشاهدين اللي كيتفرجوا فيا دابا يشوفوا راسهم، لان حنا ما كننساو راسنا، واش ملي كيتفرجوا فيا واش هما دايرين اون بوزيسيون ديال لا تيت بونشي، واش جايبين راسهم للقدام بزاف ودايرين كتافهم. دابا نردوا البال، الا كنا دابا كنديروا هاد لا بوزيسيون نعرفوا باننا خصنا نردوا البال ونحاولوا ادابتيو ونكوريجيو هذيك لا بوزيسيون ديالنا ديما فين ما نكونوا جالسين، اليوم غدا اليوم غدا واحد الوقت كتولي الجلسه ديالنا مقاده اوتوماتيكمون، مي هو سان ترافاي افير نردوا ليه البال ونقادوه اليوم وغدا كما قلت، سيت اون ايكول اللي كنهضر عليها ديما. بالنسبه للتمارين انا غادي نجي هنا باش نعطي بعض التمارين، حنا كنهضروا على انجيبوزيتي يعني اون بوزيسيون اللي كما قلت لا تيت بونشي فيغ لافون، هاد لي زيبول اي سون انغولي لداخل، فحنا خصنا نديروا دي زيكزيرسيس اللي تيحلوا اوتوماتيكمون دي زيتيرمون ديال هاد لي موسكل، ودي دي زيكزيرسيس اللي تيحلوا لنا الظهر وتيحلوا لنا العنق فيغ اللور، يعني ليكستونسيون ديال هاد لابارتي سيرفيكال وديال لو دو، يعني فاش نقلبوا على بروغرام ديال التمارين يكون في هاد لو سونس هذا، اننا نحلوا نديروا ليكستونسيون فيغ ليكستيريور ونديروا ليتيرمون
ديال لا كولون فيرتيبرال فيغ لو و ليتيرمون ديال هاد لي بيكتورو حتى هو فيغ لاغيير. دونك اول حركه غنشير ليها اللي يمكن انا كنعطي حركات اللي بازيك يعني يكونوا داخلين في البرنامج اليومي ديالنا، ولكن كاين حركات بيان سور اللي تيكونوا بلو بروفيسيونيل اللي خصنا نديروهم ادابتيهم على حسب الحاله الصحيه ديالنا، واش عندنا شي مشكل اخر، واش عندنا الام، هادشي كله خصنا ننتشروا مع الاخصائي اللي متبعنا. اذا الحركه الاولى اللي كما قلت كنديروها فين ما كنا، واقفين جالسين في البيرو في الدار، اول حاجه وباش كما قلت اون برون كونسيونس ديال لا بوزيسيون ديال لا تيت ولي زيبول ولو باسا، هي سكون ابل حنا لوتو اغرونديسمون. نكون جالس او نكون واقف ونحاول ما امكنني انني نرد شويه كتفي اللور، ندخل هذا لو مونطون هذا بحال هكذا باش ما نخدمش بعنقي، باش جو مي كونسونتر على لا بارتي سيرفيكال اللور، ونحاول انني بحال ان فيل اللي جاي من تحت العمود الفقري ديالي وخارج من هنا كما كنقولوا من القلق ولا دراسي، شي واحد كيجروا ليا اي جو في ان ايتيرمون، كندفع بهذا القلق ولا دراسي فواحد المحور عمودي فيغلو، يعني كنحس بحال ديك لا كولون فيرتيبرال ديال العنق ديالي والظهر ديالي كنجبدها للفوق. دونك جو في ان اكزرسيس بهذه الطريقه، خصنا اكزرسيس اللي خصنا ندربوا عليه بليزيوغ فوا باش نقدروا نديروه يعني بطريقه اللي صحيحه ونخدموا فيه العضلات اللي بغينا نخدموهم. هذا اول اكزرسيس، سي اون بريز دو كونسيونس كيما قلت لا بون بوزيسيون. ثاني حاجه غنمشي ندير كيما قلت توجور اون اكستنسيون فيغ 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 لاغيير. دونك هاد ليكستنسيون هادي فنوقفوا بهاد الطريقه هادي ونحاولوا اننا نديروا يدينا هكا مور راسنا، و جيساي انني بحال غادي ندفع راسي اللور ويديا كتعطيني اون ريزيستونس، كتعطيني واحد المقاومه، يعني كنبغي انا ندفع راسي اللور ولكن يدي بحال كتحبسني شي شويه، فهنا كندير كنخدم لي موسكل ديال ليكستونسيون، كندير لهم في نفس الوقت ماشي غير نيتيرمون، كندير لهم ان رونفورسمون يعني كنقويهم باش يجروا ليا عنقي اللور ويجروا لي العمود الفقري اللور، وما تبقاش عندي ديك لا بوزيسيون ديال لونغولمون ديال لي زيبول. دونك يدي هنا وكندير مقاومه بيديا على راسي، يديا كتدفع لقدام وراسي كيدفع فيغ يعني فيغ لاغيير، اي جيساي بيان سور انني ندفع لو ماكسيموم ونحل مزيان هاد العضلات، انني ندير اون اكستنسيون كومبليت ديال هاد العضلات اللي كنسميهم لي بيكتورو اللي قلت لكم كيصغاروا لاننا حنا كنبقاو في هاد لابوزيسيون هادي. دونك الحركه هي نحل مزيان لي بيكتورو جيتير مزيان اي نحاول انني ندفع راسي فيغ لاغيير فوالا، ومن بعد ندير اون اكستنسيون كومبليت، نحط يديا مثلا بهاد الطريقه هنا في لا بارتي باس فين كتكون لا جيبوسيتي، ونحاول ندير ان اون اكستنسيون دو لا تيت فوالا لو ماكسيموم فيغ لاغيير فوالا. راه كنحس باني تيغمون وكنحس او ميم طون ان ترافاي ديال لي موسكل ديالي. هادو هما لي دو سونس نركز عليهم في الحركات، سي كما قلت لي تيغمون فيغ لو اي لي تيغمون ديال هاد لي بيكتورو فيغ لاغيير، او ليكستنسيون ديال لو دو ديالي وديال العنق ديالي اللي خصها تكون حتى هي فيغ لاغيير. الوغ كيمكن لي نبدا بحركه اخرى، ندير اون كومبينيزون ديال هاد المحاور اللي قلت لكم كامله، وندير هاد الحركه مثلا جيتيغ مزيان فيغ لو هو، جيتيغ حتى العمود الفقري ديال العنق ديالي فيغ لو هو كيف ما شرحت قبيله بهذه الطريقه، وانا مدخله لو مونطون ديالي جو ميتيغ فيغ لو بيان. ابخي في هاد ليتيغمون كنحط يدي هنا كندفع مزيان، اي ابخي كنجمع لي زوموبلات هاد العظام اللي هنا، لان هاد العظام هادو اللي هنا تما تيكونوا ديبلاسي ملي كنكونوا في ديك لاتيتود. دونك نحاول انني بحال كنجمعهم اللور كنقربهم للعمود الفقري باش نحل مزيان لي بيكتورو ديالي، وندير ان نيتيرمون وندير اون اكستنسيون ماكسيمال ديال لو كو ديالي وديال الظهر ديالي. دونك انا بغيت نقول بان كاين بزاف ديال التمارين كيمكن نلقاوه، ولكن التمارين ديالنا تكون ديما في هاد لو سونس، سي لوفيرتور فيغ لاغيير اي فيغ ليكستيريور. دونك كنتمنى انكم كل واحد يقلب على برنامج ديال التمارين، والتمارين كما قلت يمكننا نديروها فين ما كنا، خصنا نتبعوها بواحد الطريقه يوميه. بيان سور ليفوليسيون كتكون على حساب يعني الحركات اللي كنديروا، على حساب لو دوغري ديال هذيك فورماسيون، لان هنا فحنا كنزيدوا بالتمارين ديال التقويه ديال العضلات اللي قلت لكم باش جر لينا العمود الفقري اللور، وما تبقاش عندنا ديك لا ديفورماسيون. دونك اللي بغيت نشرح هو اننا خصنا ناخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار بجديه، مع هذا بغيت نمشي لواحد النقطه
اساسيه هي ملي كيكون هذاك لاغريس بوغ هنا خدمنا لا ديفورماسيون فيرتيبرال مي لاغريس يمكن لنا اننا اباغي لما مشيناش لا شيرجي فنديروا الناس اللي كيكونوا اوبيز كيكونوا معرضين لهذا لو ديبو دو غريس فنردوا للماكله ديالنا نديروا ان ريجيم اليمونتير في هذا لو سونس هذا ونديروا ايضا حركات اللي تخلي لنا الدوره الدمويه توصل تما بطريقه مزيانه فكنتمنى ان هذه النصائح تكون فاتت للمشاهدين والى حلقه مقبله ان شاء الله. شكرا لك سعاد على كل هذه المعلومات وعلى هذه التمارين العمليه نتلاقاو بك عما قريب ان شاء الله دائما في فلاتو صباحيه دوزام. كانت هذه اخر فقره من فقرات صباحيه اليوم نتلاقاو بكم غدا يوم الجمعه ان شاء الله مع فقرات اخرى الاستاذ الدكتور محمد جمال معتوق الدكتور مصطفى الصمادي وغيرهم يكونوا حاضرين في الموعد دائما على قناتكم دوزام. تركم بروك فإن